بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أرسل المرسلين. نواصل شابتر 3 لكتشر 3-4 ونحل السامبل بروبلم 3-1. في عندنا هذا البار نسميه ليفر. هذا الليفر عند النقطة A يؤثر فورس 100 نيوتن، وهذا الليفر أتاتشد عند مثبت عند النقطة O. إذن الدوران حيكون حوالين النقطة O هنا. المطلوب مني المومنت about all مومنت تبع ال 100 نيوتن هذه. اذا كانت الفورس هذه هوريزونتال قديش قيمتها؟ اذا كانت تنتج نفس المومنت، ما هي اقل قوه تاثر عند النقطه A اللي تنتج نفس المومنت؟ اللوكيشن المطلوب منك، موقع هذه القوه اذا استعطت عنها ب 240 قديش يكون المفروض موقعها حيكون فين اذا كانت تنتج نفس المومنت؟ اولا حناخذ المومنت حوالين النقطه O. المومنت يساوي الـ MO يساوي F في D. الـ F معروفة 100 نيوتن. الـ D إيش هي؟ هي المسافة العمودية من، لاحظ هذه النقطة هي نقطة الدوران. أرسم خط عمودي على القوة، نمد خط للقوة، هذه هي المسافة العمودية عليه وتساوي الـ D. الـ D إيش هو؟ الـ D هو المجاور لهذه الزاوية 60 اللي وترها 24. إذن الـ D تساوي 24 كوساين 60 وتساوي 12. إذا مباشرة المومنت تساوي 1200 نيوتن متر. إذا المومنت تساوي 1200. هل المطلوب مني؟ يقول لك هذه الفورس عند A افترض أنها هوريزونتال، قديش قيمتها إذا كانت تنتج نفس المومنت؟ أول شيء لازم نحسبه هو D، لأن المومنت يساوي F في D. D هذه قلنا نفس الشيء من عند النقطة O هذه، هنرسم عمودي على إيش؟ على line of action تبع الفورس اللي عندي اللي هي هذه اللي هو النقطة D، اللي هي نفسها لو جيت من هنا جبت هنا هذا هو D، وهذا هو المقابل للزاوية 60. إذن D تساوي 24 ساين 60 تساوي 20 ناقص 8. المومنت يساوي F D. الـ F هي المطلوبة مني، الـ M عارفها 1200 معروفة هنا، والD حسبتها من شوي اللي هي 20. إذن الـ F تساوي 1200 قسمت 20.8 وتساوي 57.7. smallest force أقل قوة تأثر عند النقطة A بشرط أنها تنتج نفس المومنت اللي هو 1200. هل لو بدنا نرجع للتعريف الأصلي للمومنت، المومنت نعرف أنه يساوي الـ R مضروبة في الـ F مضروبة في الساين ثيتا فيما بينهم. الـ R هي النقطة هذه الـ R وهذه الـ F، والزاوية ما بينهم اللي هي نسميها ثيتا. الـ M O معروفة 1200، الـ R 24، الـ F sin ثيتا الاثنين مش معروفين. إذن نحن المطلوب منا هو الـ F. الـ F تساوي إيش؟ 1200 قسمة إيش؟ 24 وساين ثيتا. لكن يقول لي إنه الـ F هذه ودي إياها تكون smallest force، أقل شيء ممكن. طبعاً إذا بدك هذا المقدار الموجود في الطرف الثاني هنا يكون أقل ما يمكن، المفروض تكون الساين ثيتا هنا تأخذ أكبر قيمة لها لأنها موجودة في المقام. وإحنا عارفين أصلاً هذا معروف أنه الساين ثيتا أي ثيتا أنها دائماً أقل من الواحد وأكبر من الصفر، أن أقل قيمة تأخذها الصفر وأكبر قيمة تأخذها هي الواحد. إذن المفروض الساين ثيتا هذه تكون أكبر ما يمكن وهي تساوي الواحد. إذن 1200 قسمة 24 تساوي 50. إذن أقل القوة ممكن نأثر بها هنا اللي تنتج نفس المومنت هي 50 نيوتن. هلا يقول لك إنه الفورس كانت أصلا موجودة هنا وكانت قيمتها 100، يقول لك إذا كانت قيمتها 240 وهي تنتج نفس المومنت طبعا فيرتيكال، أعطيني النقطة اللي حتأثر، النقطة الجديدة اللي حتأثر منها. يلا نعرف إنه المومنت يساوي F D. F D D هنا رسمنا خط كده عمودي، وهذا اللي هو إيش؟ اللي هو المجاور لهذه الزاوية. إذن المومنت يساوي 1200، الـ F تساوي 240 في D. إذن الـ D جبنا حسبناها تساوي 5. لكن أنا المطلوب مني مش الـ distance من هذه D، أنا المطلوب مني هو الـ location تبعها، كم تبعد اللي هو O B. لكن لاحظ الـ cosine الـ 60 الموجود عندي هنا يساوي إيش؟ يساوي المجاور اللي هو الـ D اللي قيمتها 5
مقسم على او بي، هذا اللي غير معروف، وانا المطلوب مني هو الاو بي. اذا الاو بي ايش تساوي؟ الاو بي تساوي 5 مقسمه على كوساين 60 وتساوي 10 متر.